لا طيب بسم الله خلونا ندخل. يا ساتر بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. في اجتماع زعيم المراحيض هنا، والمقترح هذا العجوز هو سبب المشاكل يا جماعة الخير. هذا المقترح هو اللي قاعد يخترع المراحيض. خلونا نشوف ايش ورا الباب هذا. بسم الله. لا، مجموعة هاكر هنا يا جماعة الخير، مجموعة هاكر كبيرة هنا. يا ساتر، الله يعين زعيم الكاميرات. والله انا اعتذر، انا ابغى اخرج من هنا، انا ابغى اطلع من هنا. يا ساتر، في حراس كمان هنا يا جماعة. السلام عليكم. والله طيب انا ابغى اخرج، بس انا ابغى اطلع من المكان هذا. يا ساتر، منطقة كبيرة يا جماعة. خلونا نطلع من وال 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 زعماء الحرب هنا يا جماعة قاعدين يتطوروا هنا بشكل غريب. خلونا نطلع الشردة يا جماعة، اشردوا. في ابواب كثيرة، ايش الباب الصح يا جماعة؟ بسم الله. وال الشرطة هنا حق المراحيض معتقلين واحد هنا. ويل عندهم كمان نباتات حق سكيبيدي تولد. المنشار هنا، منشار المراحيض هنا. يقطع ام الحالة الشردة يا جماعة. وال وال اوكي، هذا العنكبوت حقهم. ذاك المطور عنده سماعة هنا. ويل يا جماعة، شكلهم قاعدين يقتلوا رجال السماعات والكاميرات ويعملون عليهم تجارب. ويل قاعدين يتطوروا يا جماعة. طيب خلونا ناخذ المسعد ونصعد لفوق. السلام عليكم. السلام عليكم كلهم هنا، رجال السماعات والكاميرات هنا يا جماعة. اوكي، المغامر معانا هنا كمان يا جماعة، الكاميرا المغامر. مين هنا؟ زعيم الكاميرات هنا يا جماعة شخصيا. طيب راح تكون مواجهة خطيرة يا جماعة الخير، راح تكون معركة هنا حاسمة. والله راح تكون معركة هذه حاسمة. اوكي، في عندنا المزيد من رجال كاميرات هنا. اوكي، كشفتك انت قاعد طالع في الومن تي في هنا. يا ساتر، شكله يا جماعة يبغى حد مثل اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت. هنروح لمنطقة أخرى ونشوف الوحوش اللي راح تنتظرنا في المنطقة الأخرى ايش فيه. عندنا شخصيات جارتن اوف بان بان. طيب يا جماعة، رحبوا معي، هذا ناب، كلكم تعرفوا أن هذا ناب، أوكي، الأزرق ذاك العنكبوت. وعندنا هنا شخصية سيلين، الحلزونة سيلين هنا في المسبح. بسم الله الرحمن الرحيم، في مدخل هنا. مين هذا اللي هنا؟ واو يا جماعة، عندنا ستينجر فلين الاخطبوط ذاك. ستينجر فلين يقطع ام الحاله، هو قاعد متخبي هنا في الارض. يا ساتر، اوكي، هنا جنبه جوش يا جماعه الخير، جنبه جوش قاعد مقابل الشمس هنا، ما ادري ايش قاعد يعمل هنا. بسم الله، اوبيلا برد يا جماعه الخير هنا. طيب ايش قاعده تعمل هنا قرب المنزل هذا؟ ها؟ في اولادها، في صغار هنا يا جماعه الخير. اوكي، صغار اوبيلا برد هنا. هلا والله، هلا والله يا جماعة الخير. ولا طيب، في مصعد هنا ينزل تحت. طيب بسم الله الرحمن. ماي جاد، في هنا يا جماعة الخير شخصية شيريف ديستر. عندنا شخصية هنا، شخصية بنبلينا، بنبلينا وبلبان الاثنين هنا. ارحب ارحب ارحب. طيب يا جماعة الخير، في شخصيات كثيرة هنا، ما في شيء فوق. ولا ارحب، شخصية بونسيلا، الملكة بونسيلا يا جماعة هنا. إيه هذه بوابة سحرية راح تنقلنا لعالم ثاني ولا ما أدري. أوكي بسم الله. السلام عليكم، هذه مومي لونج لين. إيش هذا هنا مع شخصية جارتن أوف بانبان؟ أنت شخصية بوبي بلاي تايم. هاجي واجي كمان هنا، يعني راح تكون مضاربة شرسة بين جارتن أوف بانبان وشخصية بوبي بلاي تايم. طيب يا جماعة، مش قلبي كل الشخصيات اللي شاهدناها الآن راح نعمل عليها مضاربات وراح نعمل عليها تحديات بينهم، نشوف مين الأقوى. ليتس جو. أول معركة عندنا يا جماعة الخير هو هذا الملحاذ المتطور اللي ما يرى شيء، ما يشوف شيء، راح يكون ضد زعيم الكاميرات الجديد. تعال هنا، تعال هنا يا الهيبة يا جماعة، الهيبة. يلا جاهزين يا جماعة؟ ليتس جو، ليتس جو. اوكي، على طول على طول. اوكي، الفائز يا جماعه الخير هو بدون منازع هو رجل الكاميرات المتطور هذا. طيب والان احضرنا له جيش كبير يا جماعه الخير، جيش كبير من المراحيض. يا ساتر، نشوف ايش راح يعمل معاهم هذا الجيش الكبير. بسم الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر.
وهرب. اوكي قتل 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 علاقهم. لزقوا هو يطير يا جماعة. فجرهم كلهم. لزقوا. اوكي هم اقوياء يا جماعة. هم اقوياء والله هم اقوياء. اوكي ما قدرنا. اوكي فجروا على طول. فجرهم. لزقوا. اوكي هو قاعد يفجر. ولا يا ساتر اضرب. ايوه هذه المعركة ما تنتهي ولا ايش. يا ساتر فجر. يلا يا زعيم خميرة. اوكي هو الفائز والله هو الفائز. جي ما. والان يا جماعة الخير تحدي المنتظر بين بان بان وهاجي واجي. التحدي ما ادري ايش راح يكون نتيجته يا جماعة الخير. فراح نشوف مع بعض مين راح يفوز. بان بان ولا هاجي واجي. خلونا نشوف مين راح يفوز. لزقوا. هاجي واجي بان بان. هاجي واجي. ايش جرى؟ قتلوا على طول. بان بان يا جماعة اقوى من هاجي واجي. طيب يا جماعة الخير احضرنا مومي لونج ليجز عشان تساعد هاجي واجي في القتال. اوكي خلينا نشوف اذا كان راح يقتلهم جميعهم ولا لا. بسم الله. لزقوا. يلا يا هاجي واجي. قتلهم. بس هاجي واجي قاعد يطالع فيه ولا ايش؟ ما يقدر له. لزقوا. اوكي هاجي واجي شكله. لا هذه المرة الثانية هو يخسر هاجي واجي. مع السلامة يا هاجي واجي. طيب يا جماعة الخير الآن عندنا شخصية جارتن اوف بان بان. كلهم هنا يا جماعة الخير. كلهم هنا. ضد من؟ ضد زعيم المراحيد. يا ساتر كلهم ضد واحد. كلهم جميعهم ضد زعيم المراحيد. فخلونا نشوف ايش راح تكون النتيجة لما تتقابل شخصيات جارتن اوف بان بان ضد مرحاد واحد. بسم الله ليتس جو. اوكي هم قاعدين يتبارزوا معاه. اوكي سقطوا. ليتس جو. اوه هو خايف. زعيم المراحيد خايف منهم. ليتس جو. اوكي قتل سيلين. قتل ناب. اوه قتلهم جميعهم. يلا بمسله. جنبو جوش مات. باقي بونسيلا بس. لا قتلهم كلهم يا جماعة. يا ساتر الشرير هذا وليش. طيب المواجهة الآن بين الزعيم هذا اللي غلب شخصيات بان بان ضد واحد من أفضل الشخصيات اللي أعرفها يا جماعة الخير. هو المغامر حق الكاميرات. يا ساتر لوحده يا جماعة. بسم الله. يلا اخرج جدو. أنا ما أشوفه. دخل في جسده. اوكي هو هنا. يلا افشخ جده. افشخ راسه. هو داخل المرحاض يا جماعه. يلا افرشوا ما. ليتس جو. اوه يا عمي. اوكي هو قوي. قلت لكم يا جماعه هو قوي. المغامر ده حق الكاميرات قوي. اوكي ليتس جو. لا المسكين مات المسكين يا جماعة. والله كنت حسب انه راح يربح يا جماعة. طيب والان المواجهة راح تكون بين ثلاثة ضد ثلاثة. عندنا هنا زعيم المراحيد والاثنين هادو ابو نظارات. وعندنا هنا الوومن تي في يا جماعة. الوومن تي في حاضرة هنا. طيب المغامر هنا. اوكي وشخصية زعيم التلفاز اكيد هي هنا يا جماعة الخير. بسم الله. ليتس جو. اوكي زعيم التلفاز قاعد يطلق شعاع. يلا يا وومن تي في ايش قاعده تعمل هنا. يلا وومن تي في. اوكي هي غضبانه. ليتس جو. اوكي زعيم المراحيد مات. يا ساتر. اوكي قتلهم كلهم. ليتس جو. اوكي طيب فجر جد. يلا فجر جد. اوكي خلاص جي.
وإلى هنا يا جماعة الخير انهينا هذه الحلقة. أتمنى أنكم استمتعتم معي اليوم في هذه الحلقة البسيطة يا جماعة الخير. قمنا ببعض التحديات بين شخصيات مختلفة يا جماعة، فلا تنسوا بدعمكم الأسطوري وتعليقاتكم الحلوة، وأشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.